بلشت حياتي بالتأمين. كان عمري 17 سنة خسرت بيي. كان دايماً يقول لي حلمي افتح مطعم يكون عندي أصحابي وعائلتي وأعمل لهم سيرفيس فرجيهم الأكل الأرمني. كان حلمي حقق له حلمه لأنه خسرته بكير. من 11 سنة كنا عم نتغدى عند سيرج ماي كازن. قلت له شو سيرج تفتح معي مطعم؟ قال لي يلا. بمرحلة التقليع المطعم جبرت نام المكتب عمدة 7 سنين لأقدر نسق بين المطعم والتأمين. ميريك يعني تيتا. نحن تعلمنا الطبخ الأرمني البيتوتي من وراء ستاتنا. سر نجاح ميريك هو 40 أم أرمنية موجودين بالمطبخ بيطبخوا من كل قلبهم. ميريك عنده كمان هدف إنساني، الأكلات اللي بيبقوا نعطيهم للفود بانك، بهالطريقة بنكون ساعدنا على قدرتنا. الحلم صار حقيقة، اليوم ميريك حطت على الخريطة المطعم الأرمني، صار موجود برياض، بدبي، توسعنا كمان بلبنان وفتحنا باتشيك. أنا أكيدة إنه كل شخص عنده حلم وحارب كرماله وإيمن فيه أكيد بيوصل. سؤال واحد بس هلأ بيشغل